لرفع معاناة المواطن، أصدرت القيادة العامة للجيش الوطني قراراً يقضي بفتح الحقول والموانئ النفطية مؤقتاً، وذلك لإفراغ الخزانات الممتلئة بالمكثفات المصاحبة لعمليات استخراج الغاز، عملية من شأنها أن تحل أزمة الكهرباء نهائياً، ولا يشمل القرار إعادة عمليات التصدير والبيع للنفط. حرس المنشآت النفطية أعلن فتح الحقول والموانئ بناء على تعليمات المشير خليفة حفتر، وقال رئيس الجهاز إن القرار اتخذ لرفع المعاناة عن المواطن بشتى نواحي الحياة والحفاظ على البنية بمناطق الإنتاج والتصدير والمحافظة على المنشآت النفطية القائمة من خزانات وأنابيب للغاز والنفط ومعدات التنقيب. وأوضح جهاز حرس المنشآت النفطية أن استمرار تراكم المكثفات المصاحبة للغاز يؤدي إلى تجاوز القدرة التخزينية للموانئ، مما يتسبب في عدم توفير الغاز بالكميات المطلوبة التي تحتاجها الشركة العامة للكهرباء. ومن هذا الأساس أصدر قرار فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط والنفط الخام المخزن لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب للتشغيل وللمحافظة على البنية التحتية للموانئ. ولرفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي بعدما عصفت به أزمة انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع ساعات طرح الأحمال الناتجة عن قطع إمدادات المحروقات النفطية عن محطات توليد الكهرباء.